انتبه ليها جدا. الوارث بننسبه للميت مش بننسبهم لبعض. يعني ما تجيش انت تقول لي اخويا مش عارف ايه، ده اخوك انت، هو علاقته ايه بالميت؟ هو مش اخ شقيق، هو ابن الميت، هو اخوك انت بس هو ابن الميت. يبقى دايما انت بتنسب للميت مش بتنسب ليك. وصلت؟ طيب دلوقتي يا اخوانا ال 12 اصحاب الفروض 8 ستات واربع رجال. غلابة يا مولانا حتى في المواريث. ما هو بياخدوا أكلهم. معلش. يلا زي بعض. واحد بياخد معاه 10 أكلهم. 8 ستات وأربعة رجالة. الثمانية الستات. هقولها لكم بطريقة بسيطة تحفظوها بالبلدي كده. هما طبعًا الزوجة وسبع قرايب. الثمانية الستات زوجة وسبع قرايب. زوجة. السبع قرايب دول ايه؟ قولوا لي هو الفروع اللي بتتولد مش دولت بيعتبروا تحت؟ والاصول بتاعتك فوق واخواتك تحت منك ولا فوق منك؟ اجنحه جنبك راسهم براسك. احفظ بقى السبع الستات، اتنين تحت واتنين فوق وتلاته جنبك. لو حفظت انت اتنين واتنين وتلاته ديت تجيبهم بسهوله بعد كده من الذاكره. اتنين تحت منك يعني مين؟ يعني البنت وبنت الابن فروع. ايه ده؟ افهم من كده ان بنت البنت مش صاحبة فرض؟ مش صاحبة فرض. طب اتنين فوق ام وابعد جدة. طب اتنين تلاتة جنبك الاخوات اللي هما مين؟ اخت شقيقة يعني من الام والاب، واخت الاب يعني من الاب فقط، واخت الام من الام فقط. ادي سبعة مع الزوجة، ادي التمانية الستات. اربعة رجالة. تاني احنا بنتكلم في مين؟ في اصحاب الفروض مش العصابات. اصحاب الفروض 12، تمانية ستات زوجة وسبع قرايب، اتنين تحت واتنين فوق وتلاتة جنبك. الاتنين التحت البنت وبنت الابن، اتنين فوق ام وجدة، تلاتة جنبك اخت شقيقة، اخت الاب، اخت الام. خلاص التمام. طبعا مع الزوجة. اربعة رجالة. مين؟ مفيش تحت خالص لانه الابن وابن الابن عصبة. احنا عندنا اربعة رجالة زوج وتلاتة قرايب. اب فوق منك، ابعد منه مين؟ جد صحيح، عشان في جد فاسد مالوش ميراث. مين الرابع بقى؟ حاله خاصه كده. نظرا انها خاصه المفروض تلفت نظرك اخ الام. لسه قايلينه من شويه لما نحل المساله. الاربعه تاني اب وجد، طبعا زوج واب وجد واخ الام. ايه ده؟ يعني الاخ الشقيق مش صاحب فرض؟ لا مش صاحب فرض، عاصب. اخ الاب عاصب. ده الابن والابن الابن عاصب. ادي ال 12. تعالوا بقى نرسم ال 12 علاقتهم بالميت ايه، نكتبهم ونخلصهم بسرعه. ادي الميت في النص اهو، الميت اهو. نبدا الاول بنفكر بنظام، بناخد الاول جهه البنوه، وبعد كده جهه الابوه، وبعد كده جهه الاخوه، وبعد كده جهه العمومه. ولادك اولى ولا اخواتك؟ ولادك جهه البنوه. أبوك أولى ولا أخوك؟ أبوك. جهة الأبوة هي، عشان كده بنرتبهم بالشكل ده، بنوة أبوة أخوة عمومة. وكل جهة بندخل عليها ناخد الجيل الأول، أقرب جيل للميت، وبعدين الجيل الأبعد، الجيل الأبعد كده. فلما تمشي بالنظام ما يفوتش منك حاجة. ندخل في جهة البنوة بالنسبة للبنات، أصحاب الفروض البنات. أول جيل مين؟ البنت. أهي. وسهم واصلة للميت. الجيل الأبعد بنت الابن. بنت الابن. أنا عامل السهم واصل للميت ليه؟ عشان تعرف هو بيوصل للميت عن طريق مين. طيب من فوق؟ قلنا مين ومين؟ أصحاب الفروض الستات. الأم ومين؟ هنا الأم. ها وبعد كده
الأم الأم وأم الأب. بعد شوية هنبقى نكمل رسمتها عشان الأب. الاثنين أم الأب يا فندم. يعني في جدتين. الاثنين أم الأب. أم أم وأم أب. بس احنا قلنا على الجدتين جدة. خلاص كده اتنين تحت اهو اتنين فوق. هي التلاتة بالجنب. احنا مش قلنا تلاتة بالجنب. طيب. هنا. اخت شقيقة الف وب اخت لاب. بعد كده ايه؟ اخت لاخت. اخت لام. تعال نحط الاربعة الرجالة. وزوجة. احنا ما كتبناش الزوجة. هذه الزوجة. الرجالة بقى. زوج وثلاث قرايب. صح؟ هذه الزوج. بعد الزوج بقى الثلاثة مين؟ أب وجد وإيه؟ وأخ الأم. آدي الأب. وهنا. بس عشان ال الأب أنا زنقت الدنيا بس ماشي. أب الأب. وبعد كده إيه؟ هنا أهو الأخ لأم. أهم 12. تاني. الميت تحت منه البنت وبنت وبنت الابن. فوق الاب والام اهو. فوق خالص ام الام وهنا ام الاب واب الاب اللي هم الجد والجده. وبعدين الاثنين دولت الاثنين دولت السهم هيبقى واصل للاب. انا بس كان المفروض اوسع الرسمه شويه. خلينا ناس الستات والرجاله احسن. لا هو كان المفروض اوسع الرسمه بس شويه. عندك في الملزمه. هي موجوده في الملزمه طبعا. الاثنين واصلين للاب. مش الاخت الاب بتوصل عن بتوصل للميت عن طريق مين؟ مش عن طريق الاب؟ لا انتوا فصلتوا ليه مننا؟ ماشي. الروينج الشمال ده فصل مننا. مش الاخت الاب بتوصل للميت عن طريق الاب؟ نعم. صح؟ نعم. الاخت الشقيقه مش بتوصل عن طريق الام والاب؟ تمام. الاخت الام بتوصل للميت عن طريق مين؟ الام. عن طريق الام اهو الاسهم اهي. الاخت الام والاخ الام بيوصلوا عن طريق الام بينزلوا للميت. الاخت الشيعة والاخت الاب بيوصلوا عن طريق الاب بينزلوا للميت. الجد ابو الاب بيوصل للاب بيوصل للميت. انا عشان كده راسم الرسمه بحيث ان انت لو مسكت اي وارث وفضلت ماشي مع الاسهم تعرف هو بيوصل للمتوفى عن طريق ايه. ادي 12.